بسم الله الرحمن الرحيم. هشرح التاسك بتاعتي اللي هي خاصة بالجيبر فيتر اكستراكشن، واللي احنا بنستخدمه عشان بعد ما نعمل لوكاليزيشن ونورماليزيشن للايريس، بالتالي بناخد كل جزء سيجمنت عندنا وبنبدأ نعمل له جيبر فيتر اكستراكشن. وقبل ما نشرح الموضوع بتاع الجيبر والجيبر فيلتر، هنبدأ نعرف التكتشر مابينج. هي طريقة عشان أعرف الهاي فريكوانسيز والديتيلز اللي موجودة عندي في الصورة والسيرفيس تكتشر. وهنا مثال بسيط لدبابتين. هنلاقي الدبابة الأولانية ما فيهاش تكستشر ديتيلز، ولكن الدبابة التانية هنلاقي إن هنا في تكستشر ديتيلز. هنلاقي هنا رقم 20 وعلامة استيميشن فوقيه، والديتيلز بتاعة الكاوتش الدبابة، كل دي تعتبر هاي فريكوانسيز عندي في الصورة، والإيدجز بتاعتي متوضحة موجودة عندي في الصورة زي ما احنا شايفين. بعد كده هننتقل ل يعني عرفنا يعني ايه ان انا بعمل تكستشر فيتشرز اكستراكشن من الصورة، ان انا عاوز اجيب الهاي فريكوانسي ديتيلز اللي موجودة عندي دي. والجيبر فلتر، جيبر فلتر ده عالم اسمه دينيس جيبر، هو اللي بدأ يحط فورم لفلتر معين يبدأ يعمل اناليسز للتكستشرز الموجودة عندي في اي صورة. وقال ان الفلتر ده بيبدأ يعمل اناليسز للصورة عشان يحدد فريكوانسي كونتنت معين موجود عندي في الصورة، وفي اتجاه معين موجود في لوكال ريجون. زي ما احنا بناخد الايرس بتاعتي ونقسمها لاربع اجزاء، فهبدأ ادرس التكشر كومبوننت كونتنت اللي موجود في كل جزء. الجبر فلتر الامبارس ريسبونس بتاعته، او المعادلة اللي اقدر اوصف بيها الفلتر، جاية عن طريق ان احنا بنجيب ساينوسويدال سيجنال موجودة في بلين ويف. يعني احنا عارفين البلين ويف بتبقى بلين ويف تنتشر في اتجاه الزد، وهي اصلا موجودة في الاكس واي، فاحنا خدناها ساينوسويدال بلين ويف لان هي انا هشغل 2 دي ايمجز. وبعد كده بعمل لها مالتيبليكيشن مع الجاوشن ايه فانكشن. الجاوشن فانكشن جاوشن ديستريبيوشن العادي خالص، اللي هو المين والفاريانس في 2 دي. نتيجة ان احنا هعمل مالتيبليكيشن، فبالتالي هيبقى في الفريكوانسي دومين هيبقى فيه كونفوليوشن، لان دي خاصية ان الضرب في التايم دومين بيديني كونفوليوشن في الفريكوانسي دومين، بنسميها كونفوليوشن ثيرم الموجود عندي. بعد كده الفلتر ده، بعد ما حصلت على الفلتر ده بيبقى الاوت بتاعته، يعني البارس ريسبونس بتاعته عبارة عن جزء ريال وجزء ايماجينري. وهنلاقي ان الاتنين اورثوجونال مع بعض. والشكل الفورم بتاعتي هي ده الكومبلكس فورم بتاعي بتاع الفلتر بتاعتي، وبيقول جي اوف اكس واي لامدا وسيتا بساي سيجما جاما، دول الارجيومنتس بتاعت الجيبر فلتر. وزي ما احنا شايفين ان الشكل بتاعنا عبارة عن جزء اكسبوننشال ريال وجزء اكسبوننشال في الجزء الايماجينري. ونقدر نقسم الفلتر ده لجزئين، جزء ريال وجزء ايماجينري بالشكل اللي احنا شايفينه. هنلاقي ان الجزء الريال فيه الجزء بتاع الخاص بالكوزاين، والجزء الايماجينري الخاص بالايه بالساين. ودي بقيه تعريف اللي هي الاليمنتس الموجوده عندي في المعادلات السابقه. هنلاقي الاكس داش بتساوي اكس كوزاين سيتا زائد واي ساين سيتا، والواي داش بتساوي سالب اكس ساين سيتا زائد واي كوزاين سيتا، ودي بتعمل كونفرميشن للأورثوجوناليتي بتاعتي. فهنلاقي ان عندنا الاكس داش والواي داش ده لما نبص فوق في الجاوشن هنلاقي ان ده السبيس كونسترينز للجاوشن انفلوب بتاع الجاوشن ديستريبيوشن اللي هنستخدمه. بعض التعريفات بيقول اللامدا هي الويف لينث بتاع ساينسويدال سيجنال اللي عندي، ده الويف لينث بتاعها. السيتا بريزنت اورينتيشن اوف نورمال تو بارل ستريبس، ودي هنعرفها في الخطوه اللي جايه. بحيث ان انا عندي الاورينتيشنز، ان انا عندي ستريبس معينه بتاعه الفلترز هتبدا لما انا اقطع الساينسويدال سيجنال وهي في 3 دي،
هيديني اشكال الخطوط التقاطعات بتاع سيدا سيجنال مع بلين معينه، هنلاقي ان الشكل عباره عن خطوط، الخطوط دي ليها زوايا ميول معينه، ودي اللي بنسميها جيبر فيتر اورينتيشن انجل. وبعد كده الاف، لو في اف فريكوانسي اليمنت موجود عندي، وده بيحدد فريكوانسي على الاكس من الواي للاكس بتاعي. وهنلاقي ان بيعرف هنا البساي هي الفيش اوفسيت اللي موجود عندي، والسيجما هي الستاندرد ديفيجن اوف ذا جاوشن انفلوب بتاعي، والجاما هي ذا سبيشال اسبيكت ريشيو. واحنا عارفين ان الاسبيكت ريشيو هي النسبة بين العرض والارتفاع بتاع اي صورة او اي حاجة بدرسها في السبيس بتاعتي. قال لك ان الجيبر فلتر ممكن استخدمه في الاكستراكشن للفيتشرز في الايمجز، فباخد مش فلتر واحد بس، هاخد اكتر من فلتر ليهم اكتر من فريكوانسي معين مختلف واورينتيشنز معينه او سيتس معينه زي ما احنا قلنا، وبالتالي هبدا اكستراكت الفيتشرز بتاعتي من الصوره. وازاي بقى بيعمل فيتشر من الايمج؟ لو احنا عاوزين نشوف شكل الفلترز في الديسكريت دومين، ده تو دايمنشنال جيبر فلترز موجود، دي المعادلة اللي بتوصف الكلام ده. البي والسي هي عبارة عن كونستانس انا محددهم، والسيتا هي بتغير الاورينتيشن بتاعتي، والاف بتمثل الفريكوانسي فور ان ذا تكستشر، يعني انا بدور على فريكوانسي معين خاص الايدج معينه او الليفل بتاع الفريكوانسي اللي بدور عليه، فانا ببدا احدده في المعادله السابقه. السيجما لما انا اغير السيجما بتاعتي، معنى كده ان انا بعمل اناليسز للصوره بتاعتي حوالين نقطه معينه، فلما بغير السيجما بحدد انا قد ايه بعيد عن النقطه دي عشان اعمل اناليسز للتكستشر كومبوننتس عندي. ده شكل الفلتر بتاعي. صورت الصورة شوية عشان نشوف. هنلاقي ان عندي خطوط افقية، وبعدين تبدأ الاورينتيشنز بتاعتها تتغير نتيجة ان انا عمال اغير السيتا. على فكرة هو مش فلتر واحد، ده بانك اوف فلترز. ونلاحظ ان السيجما بتاعتي بتتغير كل ما انزل تحت، معنى كده ان انا عمال اقرب من النقطة بتاعتي. هنا اول صورة انا باخد النقطة بتاعتي، باخد مسافة أكبر بعيدة عنها، إنما هنا باخد مسافة قريبة من النقطة بتاعتي. ونتحرك يمين، معنى كده إن السيتا بتاعتي عمالة تتغير، وده طبعا ليه different frequency، أدي frequency وfrequency وfrequency، وإحنا عارفين إن في علاقة ما بين frequency والفيز. نرجع تاني نتكلم على الفيتشر اكستراكشن باستخدام مالتي شانل جيبر فلتر. في بيبر جميلة جدا، اتنين بيبر صراحة، اللي هي Iris Feature Extraction Using Gable Filter، والبيبر التانية اللي هي Iris Recognition Based on Multi-Channel Gable Filtering. الفرق بين الاتنين، الأولانية هتشرح إن أنا باخد الإيمج كلها الأيريس Normalized Iris Image وبشتغل عليها كلها مرة واحدة، إنما اللي هو Multi-Channel Gable Filtering إن أنا ببدأ أخد الصورة بتاعتي اللي هي بتاعت الأيريس وابدا اقسمها زي ما احنا شايفين هنا في الصوره دي، ان انا اخدت صوره الايريس بتاعتي عملت لها لوكاليزيشن وبعدين عملت لها نورماليزيشن، بس هنا انا مقسمها ل 8، احنا كنا واخدينها 4، وبيبدا يشتغل على كل جزء لوحده ويبدا يعمل له فيتشر اكستراكشن لوحده. هنا بستخدم نمبر اوف بانكس للجيبل فلتر زي ما احنا شرحنا قبل كده. واختلافات بقى التطبيق، الفلاتر دي بتبقى مختلفة، بس احنا هنستخدم الجيب الفلتر. الفلتر ما بيتطبقش على الصورة كلها، ولكن انا ببدأ اخد سمول بارتس من الايمج دي وابدأ اعمل عليها، استخدم الجيب الفلترنج عشان يعمل اكستراكت للتكستشرز فيتشرز، وبالتالي ببدأ اخد الفيتشرز دي احطها في فيكتور واعمل كومباينيشنز للفيكتورز اللي طالعة من كل
سيجمنت في الصورة بتاعتي، زي ما احنا قلنا هنا ان انا عندي اكتر من سيجمنت عندي في الصورة بتاعتي. فانا لما اخد فيتشر فيكتور من كل واحدة، لو عملتهم كومبينيشن، ابدأ اجيب الجلوبال انفورميشن للفيتشرز بتاعتي الموجودة في الايمج بتاعتي. الموضوع بيبدأ ان انا باخد الصورة بتاعتي وببدأ اقسمها لاربع اجزاء. لو انا عندي مثلا مثال ان انا عندي الصورة بتاعتي 64 في 256 بكسل، هبدأ اخد عبارة عن مثلا ادي هنا هياخد اربع اجزاء، كل جزء على 64 في 64، ويبدأ يستخدم جيبو الفلتر بانك. البانك عبارة عن ان انا هجيب اكتر من فلتر عندي هيأثر في الصورة. ف different banks ان انا هستخدم عند different frequencies و different orientation، وفي مثال تحت هنشوف ازاي بيطبق الكلام ده. زي ما احنا قلنا ان هنا بيبدأ يعمل combination لل الداتا بتاعتي اللي هي features vectors في vector واحد، وبيبدأ يحول الناتج النهائي من الفيتشر فيكتور بتاعي، هيحوله البينري فورم عن طريق ان هو يعمل النورماليزيشن للفيتشر فيكتور ده ب0 مين و1 يونت فاريانس، وبيحط ثري شولد معين. الثري شولد ده بيبدأ لو اكبر منه يديك واحد، لو اقل منه يديك زيرو. البيبر اللي هي خاصة بالايرس ريكوجنيشن بيزد اون مالتي شانل جيبر فلترنج، هي بقى اللي شارحة فيها المثال. بيقول ان لو انا الفريكوانسي بارامتر از اوفن تشوزن تو بي باور اوف 2، يعني هو بياخد الفريكوانسي اللي انا عاوز اسيرش عليه جوه الصوره. هاخد مثال الفريكوانسيز اوف باور 2، يعني مثلا لو انا عندي هاخد سنتر فريكوانسيز مثلا 2 و4 و8 و16 و32 سايكلز بير ديجري. فور اتش سنتر فريكوانسي اف فلترنج از بيرفورمد ات سيتاز، هياخد بقى زوايا مختلفه مثلا 90 45 0 135. So there are a total of 20 جيبر فلترز. ليه 20 جيبر؟ لأن كل فلتر من دول اللي هو اتنين مثلا الاتنين سايكل بالديجري هيبقى ليه أربع زوايا، يبقى كل واحد من دول ليه أربعة، فأربعة في خمسة يدوني 20 فلتر ليهم فريكوانسز مختلفة وأورينتيشنز مختلفة. كل إيمج بعد ما وصلنا لان خلاص بقى عندنا 20 جيبل فلتر ممكن استخدمه مع كل ايمج، واحنا عندنا قلنا هنجزئهم لاربع ايمجز، يبقى انا عندي هستخدم 80 فلتر. الفيتشر فيكتور بقى ازاي احصل عليه؟ قال ان انا بستخدم حاجة اسمها الافريج ابسوليوت، افريج ابسوليوت ديفيجن، ان انا بجيب المين بتاع الفاليوز بتاعتي اللي هو المين اهي، اجيب المين اوف ذا ايمج تمام، وابدا اشوف كل نقطه الفرق ما بينها وما بين المين قد ايه، واجمع ده كله واقسمه على العدد الكلي، هيدينا الافريج ابسوليوت ديفيجن. وخلي بالنا ان انا واخد ابسوليوت ديفيجن وهو مش الفاريانس اللي هو الستاندرد ديفيجن، يعني لا انا واخد الابسولوت ديفيجن، وده ده نتائج احسن طبقا لكلام البيبر اللي احنا قلناه منه. بمعنى اصح ان كل اوتبوت عندي من فلتر واحد هيطلع لي فاليو معينه، الفاليو دي هي الايه افريج ابسولوت ديفيجن. يعني احنا قلنا ان احنا عندنا 80 فلتر، يبقى بالتالي هيطلع لي كام اوتبوت؟ 80. يبقى اللينس بتاع الفيكتور بتاعي الفيتشرز بتاعتي هيبقوا 80. ال 80 دول لو انا جبت لهم عملت لهم نورماليزيشن بيونت اهي، اعمل نورماليزيشن تو زيرو مين اند يونت فاريانس، واحط ثري شولد عشان يحدد له الباينري فور. ده الاختصار بتاع الجيبل فلتر، وحصلنا على كل صورة عندي، كل سيجمنت عندي الايمج. ممكن اجمع بقى كل فيكتور من كل سيجمنت
عندي في الصورة. يعني أنا قلت أنا عندي سيجمنت، كل سيجمنت عندي في الصورة هنا مثلا في البيبر التانية، فأنا جبت مثلا السيجمنتس بتاعتي وقسمتها لأكتر من جزء، فأنا هبدأ أخد الصورة بتاعتي دي وأحسبها، وبعدين لو أنا عاوز أعمل تشيك للأوثنتيكيشن لليوزر مثلا أبدأ أستخدم أقيس الهامينج ديستنس، وإحنا قلنا بناخد الإكس أور بين تو فيكتورز ليهم باينري فورم، وأبدأ أستخدم بقى البارامترز زي الفولس أكسبتنس ريت والفولس ريجكشن ريت والحاجات دي كلها عشان أبدأ أتشيك للسيستم بتاعي. في راجل محترم جدا على الجوجل ماتلاب ماس ووركس اسمه محمد هاجيجات، ده حط جاب باكج، عامل باكج اللي بتعمل جيبل فلتر بانك بتولده لك، و برضو بتعمل جيبر فيتشر اكستراكشن. الكود بتاعه جميل جدا صراحة. الراجل هنا في الجيبل فلتر بانك بيطلع لي اري كبيرة، كل element في الأري اللي هي يو في عبارة عن ماتريكس طولها ام في ان، واللي هي بتحدد يعني الماتريكس اللي هي ام في ان دي بتحدد الجيبل فلتر الواحد، فبالتالي انا عندي اري كبيرة جدا من الفلتر بنسميها فلتر بانك، وده الكود الخاص بالراجل المحترم ده. بعد كده بيبدأ يستخدم الفانكشن اللي جابها دي عشان يعمل فيتشر اكستراكشن عن طريق الفانكشن اسمها جيبر فيتشرز، بياخد الايمج والجيبر اري اللي انا اتولدتها عن طريق الجيبر فلتر بانك، واحط فاكتورز معينة هنعرفها، وهنلاقي ان هو بيبدأ يعمل اكستراكت تحت هنا اهو، بيبدأ يعمل اكستراكت للفيكتور بتاعي هنا في النقطة المرحلة دي، بيبدأ يعمل نورماليزيشن للفيكتور بتاعه ويبدأ يحط الفاليو عشان يطلع له الفيكتور بالفاليوز بتاعته. ودي يعني جميع النواحي الابليكيشن وشرح بسيط للجيبل جيبر فلتر. ان شاء الله سيتم الحاق البي دي اف الصغيرة دي مع الكود بتاع الراجل المحترم اللي رفعه على الماس ووركس بتاعت الماتلاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.